بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فيما عني به الطلاق والنيات. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وسليمان بن داود قال: أنبأنا بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب، وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، وكان قائد كعب من بنيه حين عمي رحمهم الله، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه فساق قصته في تبوك، قال: حتى إذا مضت أربعون من الخمسين، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: قلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله تعالى في هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة ساقه المصنف في باب النية في الطلاق، وقد تقدم معنا في الدرس الماضي حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقلنا إن حديث أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه يتعلق بقضية الطلاق من حيث كون النية تؤثر في بعض جوانب الطلاق، فالنية تؤثر في عدد الطلاق الذي لم يذكر. إذا طلق الرجل امرأته ولم يذكر عددا فإن النية تؤثر في هذا، فإذا قال نويت بها اثنتين أو أكثر أو أقل وقع ما نواه. وتؤثر النية أيضا في الألفاظ التي ليست بصريحة في الطلاق، مثل خلية وبريئة ونحو ذلك، ومثل قول الرجل لامرأته: الحقي بأهلك، فإن هذا كما يحتمل الطلاق الذي هو الفراق يحتمل أمرا آخر، فلا يتعين للطلاق إلا بالنية. وهذا الحديث الذي معنا في هذه الليلة حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكعب رضي الله تعالى عنه قصته مشهورة، هو أحد النفر الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك. تخلف بعد أن نادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه بالخروج للغزو، فحدثته نفسه أن يؤجل هذا من يوم إلى يوم إلى يوم حتى جاء وقت خروج
الجيش وهو لم يتجهز وبقي في المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام افتقده وحزن لفقده، لأنه لم يلتحق به لمكانته. ما كان كعب رضي الله تعالى عنه من أطراف الناس، بل له المكانة العظيمة، وهذا فيه ابتلاء له، ابتلاء عظيم لكعب رضي الله تعالى عنه ولإخوانه الذين تخلفوا معه. هو يذكر عن نفسه يقول: ما كنت في وقت من الأوقات أقدر مني على التجهز والخروج من ذلك الوقت، ولكن نفسه حدثته أن يتأخر حتى لم يستطع أن يذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل أن النفس البشرية تعتريها فترات، لها شرة في العبادة وإقدام وإقبال عليها، ويعتريها الكسل. ولهذا الإنسان عليه أن يتعاهد نفسه وألا يركن إلى عمله، أن يتعاهد نفسه أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى مستجيبا لأمره وألا يغتر بعمله. كعب مضت عليه أيام بعد أن عاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الغزو، هي من أشد الأيام صعوبة في حياته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يعتزل هؤلاء الثلاثة وهم من خيار المسلمين، أمر أصحابه أن يعتزلوهم فلا يكلموهم ولا يبايعوهم ولا يتحدث معهم في شيء، فاشتد الأمر عليهم. وزاد من شدة الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم أن يعتزلوا نساءهم، وهذا ينذر بخطر عظيم، أن الإنسان قد خرج من ملة الإسلام وأن امرأته قد حرمت عليه. ولكن لم يكن هناك تصريح من النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، إنما أمرهم أن يعتزلوا نساءهم، وهذا بعد أن مضى أكثر المدة هذه التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمقاطعتهم فيها بلغت 50 يوما. انظروا كيف تمضي 50 يوما على إنسان مثل هذا، كان قريبا من الرسول عليه الصلاة والسلام ومع أصحابه، ثم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمقاطعتهم واعتزالهم، وفي اليوم 40 يرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعتزل امرأته، زيادة في الابتلاء وزيادة في الشدة. ما كان من كعب رضي الله تعالى عنه إلا أن يستجيب لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما جاءه الأمر بأن يعتزل امرأته قال لها: الحقي بأهلك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، الحقي بأهلك. هذا هو موطن الشاهد من قصة كعب رضي الله تعالى عنه، لأن كلمة الحقي بأهلك من ألفاظ الكناية، يقع الطلاق فيها بالنية. لو نوى الرجل لو قال لامرأته الحقي بأهلك ونوى بهذا الطلاق وقع الطلاق، لكن كعبا لم يقل شيء، قال الحقي بأهلك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، ينتظر ماذا سيكون آخر الأمر بعد هذا. وتعرفون بقية القصة، أن الله سبحانه وتعالى تاب عليهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة إلى أن قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وانظروا
كيف صور الله سبحانه وتعالى الشدة التي كانوا فيها، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، واحد يتمنى الموت وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. فالموطن الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعتزل امرأته، ففكر في الأمر ماذا يصنع إذا بقيت معه، ربما دعته نفسه إلى الاتصال بها، ربما فأمرها أن تلحق بأهلها، أن تذهب إلى أهلها. لكن ما هو المقصود بقوله الحقي بأهلك؟ هو لم يقصد بهذا طلاق، نيته أنه لم يكن هذا من الطلاق، فلذلك لم يقع الطلاق. بعد أن تاب الله عليه عادت امرأته إليه مرة. باب في الخيار. حدثنا مسدد، أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا. نعم، هذه القصة مذكورة في القرآن: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بهن واحدة واحدة، وبدأ أولا بعائشة رضي الله تعالى عنها يخيرها هل تختار الدنيا وتستريح من هذا العناء ومن ضيق العيش الذي هي فيه وتذهب إلى أهلها، أو أنها تختار البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختارت أن تبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نساء النبي عليه الصلاة والسلام اخترن هذا الأمر، فلم يقع به شيئا، لم يقع بهذا الاختيار شيئا. والشاهد من هذا أن المرأة لو اختارت الفراق وقع الفراق، يعني لو قالت المرأة اخترت الطلاق وقع الطلاق، لو قالت اخترت واحدة وقعت واحدة، لو قالت اخترت ثلاثا وقع ثلاثا، لأن الرجل هنا وهو صاحب الكلمة في الطلاق فوض إليها خيرها. لو قال لها اختاري نفسك فقالت اخترت نفسي وقع به الطلاق الذي قصدته، وقع به الطلاق. لكن لو لم تختر أو نطقت بما يخالف هذا كما نطق نساء النبي عليه الصلاة والسلام لم يقع به شيئا. نعم. باب في أمرك بيدك. حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل تعلم أحدا قال بقول الحسن في أمرك بيدك؟ قال: لا، إلا شيء حدثناه قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أيوب: فقدم علينا كثير فسألته فقال: ما حدثت بهذا قط. فذكرته لقتادة فقال: بلى، ولكنه نسي. حدثنا مسلم بن إبراهيم، أخبرنا هشام عن قتادة عن الحسن في أمرك بيدك قال: ثلاث. نعم، يعني إذا قال الرجل لامرأته أيضا: أمرك بيدك، يقع به ما أرادت، وتقع به عند بعض العلماء ثلاث تطليقات إذا قال لها: أمرك بيدك، يعني هذا تخلي منه وتفويض لها في أن
توقع الطلاق الذي تريده، وهذا للعلماء فيه آراء، منها أنه يقع به ثلاثا، وبعضهم قالوا لا يقع به إلا واحدة، لكن هذا من ألفاظ الكناية ليس من الألفاظ الصريحة، يعني ليس مثل لفظ الطلاق ولا من مفض ولا مثل لفظ البينونة ولا مثل البت، هذه ألفاظ صريحة في الطلاق، لكن مثل هذه الألفاظ الحقي بأهلك، أمرك بيدك، اختاري، هذا يعود للمرأة، فإذا الأول يعود للرجل الحقي بأهلك إذا نوى به الطلاق وقع الطلاق، والأمران الآخران للمرأة، فإذا اختارت المرأة نفسها وقالت اخترت نفسي فهي طلقة عند البعض وثلاث عند الحسن، ولكن أمرك بيدك أيضا هذا فيه تفويض ويقع به ما نوته المرأة من الطلاق، لكنها لو لم تختر أو اختارت زوجها قال لها اختاري قالت اخترتك انقطع الأمر، هذا دليل على تعلقها به وشدة محبتها له ورغبتها في البقاء معه، رغبتها في البقاء معه، لكن يقع به الطلاق لو اختارت نفسها، لو أرادت أن تخرج من هذه العصمة، هذه القولة تمكنها من ذلك. نعم. باب في البتة. حدثنا ابن السرح وإبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور في آخرين قالوا أخبرنا محمد بن أدريس الشافعي حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبيد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير ابن عبد يزيد بن ركانة رحمهم الله أن ركانة ابن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت به إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة، فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة. أعيد القراءة. قال ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة، فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمان عمر رضي الله عنه، والثالثة في زمان عثمان. قال أبو داود أوله لفظ إبراهيم وآخره لفظ ابن السرح. حدثنا محمد بن يونس النسائي أن عبد الله بن الزبير حدثهم عن محمد بن إدريس حدثني عمي محمد بن علي عن ابن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة بن عبد يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. حدثنا سليمان بن داود العتكي أخبرنا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه رحمهم الله عن جده رضي الله عنه أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت؟ قال واحدة. قال واحدة. قال آلله. قال آلله. قال هو على ما أردت. قال أبو داود وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثا لأنهم أهل بيته وهم أعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس رحمهم الله. هذا حديث ركانة بن عبد يزيد تقدم معنا في الدرس الماضي،
ورد في بعض ألفاظه أن النبي عليه الصلاة أنه طلقها ثلاثا وأن النبي عليه الصلاة والسلام ردها عليه، لكن هذا الحديث يفسر كيف ردها النبي عليه الصلاة والسلام عليه، هو طلقها البتة، وهذه كما قلنا تحتمل العدد بالنية. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنه ما أراد بها إلا واحدة، فاستحلفه النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما أراد بها إلا واحدة، فحلف أنه ما أراد بها إلا طلقة واحدة، فردها عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جعل له حق الرجعة عليها. موطن الشاهد من هذا الحديث أن بعض الألفاظ تحتمل دخول النية فيها، دخول النية في العدد، دخول النية في تفسير المقصود باللفظ، هل يقصد به الطلاق أو لا يقصد به الطلاق، هذا البتة من ألفاظ الطلاق البائن، لكن كم هو العدد الذي قصده؟ قال يا رسول الله ما أردت إلا واحدة، فاستحلفه النبي عليه الصلاة والسلام ليتثبت. وهذا فيه دليل على أن لولي الأمر، للقاضي أن يتثبت، وللمفتي أن يتثبت في بعض الأحوال حتى تتبين الحقيقة، حتى لا يتسارع الناس في القول بدون تثبت. وعلى الأخص أن هذا الرجل كان من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، فحتى لا يقول الناس إنه راعى ما بينه وبينه من القرابة، بل النبي عليه الصلاة والسلام أبعد من هذا، النبي عليه الصلاة والسلام ما ورد في حقه في شخصه صلى الله عليه وآله وسلم من العتاب من ربه ما أخفاه النبي عليه الصلاة والسلام، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى إلى آخر الآيات، ما أخفاها النبي عليه الصلاة، ما كتمها، مع أنها تتعلق بعتاب له عليه الصلاة والسلام من ربه، فكيف به يميل إلى أحد أقاربه ويجامله ويخفف عنه في حكم من أحكام الشرع في مثل هذه الأحوال؟ الاستبراء باليمين هنا لدفع الشبهة ولدفع التهمة، وهو دليل أيضا على أن كل ما ورد فيه في أمور القضاء والفتية من هذه الأمور التي تحتمل الشبهة وتحتمل التفسير، أن من حق المفتي والقاضي ولي الأمر أن يستحلف، فاستحلفه النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل إن هذه مسألة الطلاق مسألة بين الرجل وزوجه، فلماذا هذا التعنت ولماذا هذا التشدد؟ قضية الطلاق أيها الإخوة وقضية النكاح قضيتان كبريتان، هاتان القضيتان، الأولى قضية النكاح وهو العقد تدخل به المرأة الأجنبية في عصمة الرجل الأجنبي وتصبح حلالا له، يصبح الاستمتاع بها حلالا، والطلاق قطع لهذه العصمة، فإذا ثبت الطلاق معنى هذا أن العصمة قد انتهت، فالعود إلى العصمة إن لم يكن له مكان، إن لم يكن له وقت حرام، لأنها أصبحت أجنبية، فلذلك لا بد من التثبت في مثل هذه الأمور، وهذا منهج شرعي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كله يدل على ما ذكره المصنف رحمه الله في الباب من أن الطلاق تدخل فيه النية في تحديد العدد، تدخل النية في تفسير الألفاظ التي تحتمل الطلاق، هل هي للطلاق فيقع أو هي لغير الطلاق فلا يقع. نعم. باب في الوسوسة بالطلاق. حدثنا مسلم بن إبراهيم، أخبرنا هشام عن قتادة عن زرارة ابن أوفى رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي
عما لم تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها. نعم، هذا الحديث حديث عام، وهو من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا، في آخر سورة البقرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. العبد إذا قرأها الباري جل وعلا يقول قد فعلت. فالخطأ والنسيان والسهو هذه معفون عنها، لأن المؤاخذة يشترط لها الإدراك التام، يشترط لها حضور الذهن، وهذه شرط من شروط التكليف، أن الإنسان لا يكون مكلفا إلا إذا كان عاقلا، بمعنى أن ذهنه حاضر يعلم ما يقول، لكن الإنسان قد يسهو في بعض الأحيان، تفوت عليه بعض العبارات، تصدر منه بعض التصرفات بدون قصد، أو يكون نائما، هذه لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بها، أو يحدث نفسه بشيء في نفسه مثلا، وفي هذا الكتاب الذي معنا كتاب الطلاق يحدث نفسه بأنه طلق امرأته أو أنه سيطلقها، لكنه لم يتلفظ بذلك، لم ينطق من ذلك بشيء، لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى، ما لم ينطق أو يفعل لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بما يدور في نفسه، لأن ما يدور في داخل النفس هذا قد تحركه وساوس الشيطان، قد تحركه النفس، الإنسان يتحدث يحدث نفسه بينه وبين نفسه في شأن امرأته، غضبت منه أو غضب منها أو صدر منها تصرف لم يعجبه، فحدث نفسه أنه يطلقها، وربما وصل هذا إلى مرحلة من العزم والتصميم في أعلى الدرجات، لكنه لم ينطق من ذلك بشيء، ونام فاستيقظ وما في نفسه شيء، لا يلزمه شيء. إذن المؤاخذة في مثل هذه بما ينطق به الإنسان أو بما يفعله أو بما يفعله. ومن هنا أيها الإخوة، أمور الشريعة مبنية على الظاهر، على الظاهر، والقضاء في الشريعة مبني على الظاهر، القاضي يقضي بين اثنين بناء على ماذا؟ بناء على ما يظهر له. فهنا ما يدور في النفس لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلذلك الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ به، لأنه لا يؤاخذ إلا بما ظهر من الإنسان من قول أو فعل. علاقته بالطلاق من هذه الحيثية، من حيث إنه لو دار في نفسه هذا الأمر وتردد ولكنه لم ينطق ولم يقل فإنه لا شيء عليه، كذلك لو دارت في نفسه أمور أخرى أعظم من هذا، وهي كما جاء في الحديث من علامات الإيمان، لو دار في نفسه التشكك في وجود الله والعياذ بالله، أو وقع في نفسه سؤال من خلق الله لكنه لم ينطق بذلك، النبي عليه السلام سأله الصحابة قالوا يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نقول. أحيانا الإنسان يدور في نفسه أشياء ربما لو نطق بها قد يكون خرج من الدين، أو ربما وقعت عليه مؤاخذة كبيرة لكنه لم ينطق بها، فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأنهم لهذا، هذا من الإيمان، أن الإنسان مع هذه الهواجس ومع هذه الوساوس العظيمة إذا كبتها ولم يخرجها هذا دليل على قوة إيمانه، أنه استطاع أن يكبت هذه الأمور وأن يخفيها في ثنايا نفسه فلا تخرج، فلا تخرج. كذلك موضوعنا هنا في مسألة الطلاق، إذا لم يصرح به، لم يقله ولم يفعل فعلا يدل عليه، فلا يؤاخذ بشيء، لا يؤاخذ بشيء. نعم. باب في الرجل يقول لامرأته يا أختي. حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد حاء
وأخبرنا أبو كامل، أخبرنا عبد الواحد وخالد الطحان المعنى كلهم عن خالد عن أبي تميمة الهجيمي رحمهم الله أن رجلاً قال لامرأته: يا أخيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أختك هي؟ فكره ذلك ونهى عنه. حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا عبد السلام يعني ابن حرب عن خالد الحذاء عن أبي تميمة عن رجل من قومه رحمهم الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لامرأته: يا أخيه، فنهاه. قال أبو داود ورواه عبد العزيز بن المختار عن خالد عن أبي عثمان عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا اللفظ الأخت إذا شبه نادى الزوج امرأته بهذا النداء: يا أخي يا أختي، يا أخي يا أختي. هذا ليس محرما من المحرمات، ولكنه أمر مكروه لأنه قد يفهم منه شيء آخر، يفهم منه الكذب. هي ليست أخته، لو كانت هذه المرأة أخته، لو كانت هذه المرأة أخته لم يجوز له أن ينكحها، أن يتزوج بها. ثم هذا قد يشتبه بمسألة الظهار. الظهار الأصل فيه أن يشبه الرجل امرأته بأمه. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. هذا الأصل في الظهار، أن يكون الرجل قد شبه امرأته بأمه، بأمه، لأن الأم أبلغ شيء في باب الحرمة، باب التحريم. فإذا شبه الرجل امرأته بأمه حرمت عليه بهذا التشبيه ظاهر منها. وفي بعض الألفاظ أنه يقول: أنت علي كظهر أمي، محرم، حرمها على نفسه بهذه اللفظة. وكان هذا الظهار في الجاهلية كما ذكرنا في درس مضى من باب الطلاق. إذا ظهر من امرأته هذا يعد من باب الطلاق، كأنه طلاق. لكن الإسلام أبطل هذا وبين الصواب، بين الصواب للناس. الظهار ليس طلاقا، والذي يشبه امرأته بأمه تشبيهه هذا غير صحيح، هو غير صادق في هذا. لكن بعض العلماء، بعض علماء الإسلام فقهاء الأمة أيضا ألحقوا به تشبيه الرجل امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد، كأخته أو عمته أو خالته. ولذلك في بعض في كتب الفقه عند كثير من العلماء يقولون: الظهار هو أن يشبه الرجل امرأته بأمه أو بمن تحرم عليه على التأبيد، لأن المعنى الموجود في الأم موجود في الأخت، موجود في الخالة، موجود في العمة، فحرمها بهذا، يقول هي محرمة. فحتى نخرج من هذا الإشكال وحتى لا يقع لبس، والشريعة تحرص دائما على الصفاء والنقاء والبعد عن الشبه. هذا فيه شبهة، عندما يقول يا أخي يا أختي فيه شبهة أنه قصد بهذا الظهار، وهو لم يقصد هنا الظهار. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كره هذا الأمر،
قال له أختك هي؟ لا ليست أختك. سؤال تقريري هذا، ليست أختك أو استنكاري، هي ليست أختك، فلماذا تقول عنها يا أخي يا أخي؟ وهذا دليل على أهمية الابتعاد عن الشبه. والدليل الواضح في هذا ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في معتكفه في مسجده عليه الصلاة والسلام، وجاءت أم المؤمنين صفية زوجه، زوج النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت تزوره في الليل ومكثت عنده بعض الوقت، ثم خرجت في جنح الظلام، فقام معها النبي عليه الصلاة والسلام ليوصلها إلى بيتها، فمر رجلان من المسلمين، فلما رأيا النبي عليه الصلاة والسلام والمرأة انخنسا هربا تخفيا، فناداهما النبي عليه الصلاة والسلام وقال على رسلكما، على هينتكما، لا تستعجل، إنها صفية. الصحابة قالوا يا رسول الله يعني أنت أجل وأعظم من أن نشوف. قال خشيت أن يلقي الشيطان في نفسيكما شيئا، فقطع الشبهة، قطع دابر الشبهة هذه. والإنسان يحرص على سمعته، الإنسان المسلم، وعلى عرضه وعلى كرامته، ألا يدنس، لأن الإنسان الذي يتهم ويزن دائما بأنه كذا أو كذا أو كذا، هذا فاسق، هذا مقصر، هذا سارق، هذا كذا، إذا كان الناس يتهمونه حتى وإن لم يظهر دليل أكيد على ذلك، يعني هذا يجعل الناس يتوقفون في شأنه، يشكون فيه، ينبذونه. ربما لو خطب بنت أحد أو أخته توقفوا فيه، ربما لو أراد أن يعامل إنسانا في تجارة أو نحو ذلك انكمش الناس منه لهذه القولة. فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان المسلم على عرضه وعلى سمعته. النبي عليه السلام هنا قال له أختك هي؟ قال لا، هذا إنكار عليه، إنكار عليه حتى لا يعود إلى مثل هذا. سيأتي معنا حديث عظيم، حديث إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، وإبراهيم من أولي العزم، إبراهيم له المكانة العظيمة في هذا الدين وفي هذه الأمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم لأواه حليم. إبراهيم عليه السلام، كل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته، هو أبو الأنبياء إبراهيم. ومحمد عليه الصلاة والسلام نبينا من ذرية إبراهيم، من ذرية إبراهيم. ولكن إبراهيم ابتلي ابتلاءات كثيرة في شخصه وفي دين الله، فقال بعض الكلام الذي يوري به ليدفع هذه التهم وليشكك الناس الظلمة في مواقفهم، لعلهم أن يرتدعوا، لعلهم أن يتأملوا. فمرت معه مرة، في مرة من المرات كان مع امرأته كما سيأتي في الحديث، وأراد جبار من جبابرة الأرض أن يأخذ هذه المرأة، أن يستولي عليها، فسأله قال هذه أختي، وهي زوجه سارة، سارة أم إسحاق، فهل هذا الأمر سائغ أو ليس بسائغ؟ سيأتي معنا في الحديث إن شاء الله. حدثنا محمد بن المثنى، أخبرنا عبد الوهاب، أخبرنا هشام عن محمد رحمهم الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام لم يكذب قط إلا ثلاثا، ثنتان في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة إذ نزل منزلا فأتى الجبار فقيل له، فأتي الجبار
فقيل له إنه نزل هاهنا رجل معه امرأة هي أحسن الناس، قال فأرسل إليه فسأله عنها فقال إنها أختي، فلما رجع إليها قال إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي، وإنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك، وإنك أختي في كتاب الله فلا تكذبيني عنده. وساق الحديث. قال أبو داود: روى هذا الخبر شعيب ابن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا الحديث مشهور يتعلق بقصة إبراهيم عليه السلام، وهذا أيضا له علاقة بما ذكر في أخبار يوم القيامة، وعندما يطول المقام بالناس وتدنو منهم الشمس ويشتد عليهم الأمر فيطلبون الحساب، سرعة الحساب، فيذهبون إلى الأنبياء يستشفعون بهم في أن يسألوا ربهم أن يقضي بين الناس، فيأتون إلى إبراهيم، يأتون إلى آدم وإلى نوح، ثم يأتون إلى إبراهيم عليه السلام، فيذكر إبراهيم هذه الأمور الثلاثة التي حصلت منه، يعني كأنه يقول بأنه سلفت منه أمور يعني لا تمكنه من أن يذهب فيستشفع إلى ربه في هؤلاء الخلق. لكن هذه الأمور مع أنها حصلت، والنبي عليه الصلاة والسلام سماها كذبات، ثلاث كذبات، إلا أنها ليست كذبا صريحا، هي من باب التورية، من باب التورية، والتورية هي أن يطلق الإنسان لفظا يحتمل أمرين أو أمورا عدة، يقصد بعضها، يقصد الجائز منها، ويفهم غيره معنى آخر فيكون له فيها فرج ويكون له فيها فسحة. إبراهيم عليه السلام عندما بدأ يدعو قومه دعاه أبوه وأصر عليه، وأبو إبراهيم كان قائما على النار، هو الذي يوقد النار، يعني كان له مكانة دينية، فأخذه طلب منه أن يذهب معه إلى عيد من أعيادهم عند الأصنام، ففي الطريق إبراهيم تعلل بالتعب وقال إني سقيم، سقيم يعني مريض، ما أستطيع أن أواصل، وما كان به مرض لكنه سقيم متأثر من فعل هؤلاء الذين نكصوا عن الحق وعن عبادة الله وذهبوا إلى عبادة الأصنام. المرة الأخرى عاد إبراهيم عليه السلام إلى هذه الأصنام في بيت الأصنام، وجد هذه الأصنام أشجار وأحجار، خشاب وأحجار، يأتون ويعبدونها، فوجد الفرصة سانحة فأخذ فأسا وحطمها. إبراهيم عليه السلام حطم هذه وكسرها، ثم علق الفأس في رقبة الكبير منها، فلما جاء هؤلاء من عيدهم ودخلوا على هذه الأصنام لتحصل لهم البركة وجدوها محطمة، ووجدوا الفأس في رقبة الصنم الكبير، فاستفسروا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، أمر غريب، من يجرؤ على هذا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ما في أحد يمكن أن يفعل هذا إلا إبراهيم، فذهبوا بحثوا عنه وجاءوا به، أدخلوا عليه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني هو هذه إن كانت التورية، هذه إن كانت من الكذب فهي في ذات الله ليردهم إلى الصواب،
إذا كان هذه آلهة فالذي فعل هذا هو الكبير، لأن الفأس في رقبته هو. سألهم إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون، فتراجعوا وتحاوروا فيما بينهم ثم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أنت تعلم أن هؤلاء ليس لهم القدرة على النطق، فكيف نسألهم؟ كيف تطلب أن نسألهم من صنع بهم هذا الصنيع؟ هنا استوت المسألة. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. تعبدون هذه الأصنام التي لا تستطيع أن تدافع عن نفسها ولا تستطيع أن تنطق وأن تخبركم بمن فعل بها هذا، فغضبوا منه وأشعلوا النار العظيمة التي ورد خبرها وذكرها، وألقوا بإبراهيم فيها عليه السلام، فخرج بقدرة الله سليما منها. قالوا فألقوه فيها في النار فخرج إبراهيم. الله سبحانه وتعالى برحمته وقدرته وحفظه لأوليائه قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم. خرج إبراهيم يمشي، ما قال كوني بردا وسكت، لأنه لو كانت بردا لتجمد ومات من شدة البرد، لكن قال بردا وسلاما فخرج سالما إبراهيم عليه السلام. إذن هاتان ثنتان في ذات الله المقصود بهما الدعوة إلى الله، وهي ليست من الكذب الصريح تورية، ولكن الناس كلما علت مراتبهم أهل الصلاح وأهل التقى وأنبياء الله على رأسهم، هؤلاء يبتعدون حتى عن الأشياء التي يفعلها الناس حتى كبراء الناس. هذه التورية في حق هؤلاء التي قد يفهم منها الكذب، هذه مسألة عظيمة. المسألة الثالثة، الكذبة الثالثة وهي ليست من الكذب، ما حصل عندما كان مسافرا ومر بأرض فيها جبار، الملك جبار فيها، فنقل إلى الملك أنه دخل رجل ومعه امرأة هي من أجمل النساء، يعني هذه لا تصلح إلا لك أنت، فأرسل إليه وسأله عنها قال هذه أختي. وفرق بين أن يقول أختي وبين أن يقول زوجتي. لماذا لم يقل زوجتي؟ إذا كانت زوجته يمكن يطلقها، لكن أخته لابد أن يدافع عنها ولا تلحقه فيها شبهة. ثم جاء إبراهيم إليها وقال ليس على وجه الأرض غيري وغيرك ممن يؤمن بالله، فأنت أختي في الله. تصديق إنما المؤمنون إخوة، أخوة الإيمان، قصد بهذا أخوة الإيمان، وكان في هذا فرجا لهم. فإبراهيم عليه السلام قال هذا، وهذا دليل على أنه يجوز التورية في مثل هذه الأمور، في مثل هذه الأحوال الصعبة، لكن إبراهيم كان مضطرا لذلك. وأما الذي يقول لامرأته يا أختي يا أخي، هذه ليس مضطرا لها، وقد يفهم منها معنى آخر وهو موضوع الظهار، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كره هذا الأمر. نتوقف هنا لأن ما في أسئلة. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يعي راية الحق والدين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد.